أولا تابعت الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الإنسان الحرب التي شنت من طرف جهات لا علاقة لها لا بالجامعة ولا علاقة لها بمدينة القنيطرة ولا علاقة لها بالعمل الحقوقي الميداني أو الأكاديمي، وقدمت رسالة إلى السيد المفتش العام لوزارة التعليم العالي تطالبه بفتح تحقيق حول ما اعتبرته جملة من الخروقات في جامعة النطفيل. هذه الحرب المسعورة من ما يمكن أن نطلق عليهم أعداء النجاح هي جاءت مباشرة بعد أن تبوأت جامعة بن طفيل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني وإحدى أهم المراتب على الصعيد الدولي. نحن نعتبرها في مدينة القنيطرة كحقوقيين وكرابطة مغربية المواطنة وحقوق الإنسان متواجدة على الصعيد الميداني، لدينا تمثيلية في الجامعة، لدينا عمل ميداني في مدينة القنيطرة وفي باقي مدن المغرب وحتى على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى العديد من الجامعات. نعتبر أن جامعة بن طفيل تسير بواحد الخطى سريعة نحو تطوير أولا البنية التحتية ديالها، استيعاب العديد من الطلبة في جهة الغرب، هي الجامعة الوحيدة المتواجدة في جهة الغرب تضم طلبة من إقليم سيدي قاسم إقليم سيدي سليمان، وبالتالي فالمهام المنوطة بها إدارة وأطورا تربوية وأكاديمية مهام كبيرة وكبيرة جدا، خصوصا أمام التزايد ديال الطلبة والطالبات بهذه الجامعة. نعتبر أن الكفاءات العلمية المتواجدة بهذه الجامعة مفخرة لنا جميعا، خصوصا في الميدان ديال العلوم، ميدان الآداب، ميدان العلوم ديال الاجتماع، ميدان القانون وكذلك الاقتصاد. جامعة يوما عن يوم يزداد من المستوى الأكاديمي والعلمي والمصداقية ديالها حتى في سوق الشغل وحتى لدى الأوساط الدولية، وبالتالي فنحن نعتبر الهجوم عليها مقابل السكوت على العديد من الممارسات الشائنة في بعض الجامعات والتي ماشي زعما هو الأصل استهداف بئيس ومحاربة للنجاح، وفي هذا الصدد نعبر على تضامننا مع الجامعة أطرا ورئاسة وعمداء الذين نعتبرهم يشتغلون بجد ويقومون بمهام أكاديمية وعلمية جليلة في خدمة الوطن. نحن نعترف أن التعليم العالي به العديد من المشاكل على المستوى الوطني، نقص الميزانية ديال أو الهزالة ديال الميزانية البحث العلمي، العديد من الأشياء التي لازلنا كدولة نطالب بها وبتوفيرها سواء للطلبة أو للأطر الأكاديمية نفسها أو الأساتذة أو الأطر المسيرة للجامعة. ولكن أن يتم استهداف جامعة بن طفيل في هذا الوقت التي تتقدم فيه بشكل واضح على مستوى البنية التحتية، على مستوى حتى الشعاب وعلى مستوى الكفاءات وعلى مستوى تعدد، ان زعما من الغريب ان تجي جمعية حقوقية اللي في الوقت اللي تنطالبوا بان التعليم العمومي العالي خصو يكون الجميع تتنتقد ان هذه الجامعة فيها العديد من الماسترات حوالي 50 ماستر، فيها أطر كفأة، فيها تنوع ديال المنتوج العلمي والأكاديمي، وبالتالي فنحن نعتبر أن هذه حرب مجانية، وما يسعنا كجمعية تنتقد العديد من الممارسات إلا أن نقف في هاد الممارسة السيئة ديال هدم التجارب الناجحة، محاربة العمل الجيد. ومن هذا المنطلق عبرنا على تضامننا مع الجامعة أطرا وباحثين ورئاسة وعمداء، ومن هذا المنطلق ندين كل الحملات الشرسة، ندين هذا العمل الحقوقي اللي ولا بعض المرات تحت الطلب، تجي وانت ما عندك أطور، ما عندك أساتذة معك في الجامعة، ما عندكش فرع في هذه المدينة، انت تواجد في واحد المدينة بعيدة 200 ولا 300 كيلومتر، ما عندكش حتى الوسائل ديال البحث والتقصي والاستماع للرأي والرأي الآخر، وتجي دير مراسلة فيها مجموعة من المغالطات، فيها استهداف ديال الحياة الخاصة للناس، هذا تبيع الشراب، هذا تبيع الجدو، تبيع الأشياء، هذه أشياء بائسة، أشياء تستهدف فقط الهدم التجارب الجيدة. ومن هذا المنطلق فنحن نؤكد على تضامننا واستمرارنا في
تشجيع كل الأشياء وكل تجارب اللي رائدة اللي ممكن تعطي الإضافة في هذه البلاد، مع التأكيد على أن الجامعة ابن طفيل تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي، تحتاج إلى ميزانية أكثر، تحتاج إلى أطر تربوية بالإضافة ديال مناصب الشغل لكي تصبح أولا تحافظ على مرتبتها الدولية وتزيد مراتب أخرى. وتنحييوك على الإثارة ديالك لهذا الملف اللي كنعتبره ملف تهمنا احنا أولا كقنيطريين وكمغاربة وكحقوقيين.